ثم تعرفوا عن القاعدة العامة في إدارة الأمن في كل بلاد العالم أن تعود فيها إدارة خاصة بأمن الطرق، عندها شعارها وعندها زيها ضمن إطار الإدارة العامة للأمن. وهذا اللي كان عندنا إحنا معمول به هنا تياه من 2010 هو استثناء. إحنا اليوم رجعنا للقاعدة، معناها أن كان عندنا أمن موازي للأمن الآخر. وكيف قلت في تقديم هنا تياه لأن تعدد الأسلاك الأمنية مكلفة مهمة واحدة تنتج عنها قدر من السلبيات، كيف قلت عدم ترشيد الوسائل، كيف قلت تداخل في المهام، كيف قلت كثرة النزاع في الاختصاصات، وهذا يؤدي له من البيروقراطية لتعقب تعود إلى حساب الخدمة الأمنية. إحنا اليوم نلاحظ أن رجعنا القاعدة العامة اللي عامل بها العالم كامل، لا يتعود هذا التجمع العام إدارة عامة والله إدارة مكلفة أمن الطرق ضمن الإدارة العامة للأمن. هذا هو المعمول في العالم كامل وهو اللي رجعنا له اليوم.